مرحبا يا أصدقائنا رائعين، أنا ألاء وأنا إذا. اليوم جبنا لكم فيديو جديد بلعبة بيكي إكس دي، واليوم داروا تحديث جديد. أنا إذا متحمسين ياسر، فخلونا نبدأ هذا الفيديو. لا تستعملونا يا إذا لايك وتشتركوا تحت في قناتنا، وهيا نبدأ بالفيديو. طبعا أنا وإذا متحمسين ياسر، فيلا. يا ربي متحمس التحديث جديد، تحديث جديد. انا ايضا متحمسة كثيرا، تعرفوا اتمنى قلت متى سمعنا تحديث جديد لكن عملوه بهذه السرعة. طبعا هذه هي انا، يعني هذه شخصيتي، وان شاء الله في الفيديوهات القادمة راح تشوفوا منزل رائع انا وإباء ولبسي رائع. طبعا هو كما شفتوا هنا دارينا علامة تعجب، علامة تعجب يعني داروا تحديث جديد. فيلا خلونا نشوف، 1 2 3. واو هنا كيتي، هنا كيتي، واو ياي أثاث جديدة، أو ألوان، أو حيوانات جديدة. واو خلونا ناخذ نقود. يلا متحمسة، واو. لكن أين سنجدهم؟ يلا خلونا نحوس ونلقاهم. أول شي المنزل، لأن ما على بالناش وراهم إلا تحديثات جديدة، فخلونا نشوف المنزل. ممكن هو في المنزل، مش أدخلي. خلونا نشوف سنة سعر. ممكن يعني بيت بيت هيلو كيتي. بيت هيلو كيتي، إذا كان بيت هيلو كيتي اشتريه على طول. يلا لا لا ليس تحديث جديد، متأكد. يلا خلونا ندخل المنزل ونشوف وشي كاين حوايج جديدة ولا لا، أثاث جديدة هكا. فهنا نشوف، يلا يلا يلا. هاي هي سرير، قالوا سرير هيك. سرير، نشوف سرير سرير سرير. وين سرير هيلو كيتي؟ لا يوجد. وين التحديث الجديد؟ شو هذا؟ ما هذا؟ انظروا ما هذيك الكاميرا. واو داروا هكا شغل يعني تقدر تحركي منه، وهكا تعديلات جديدة. واو يا سلام ياي. قالوا هكذا، انظري مثلا. كبيرة كبيرة حسنا. مثلا نحمل واو. هذا ياي. قالوا عندما انظري مثلا 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 مثلا. يلا خلينا نكمل. طبعا انا مازال ما لقيناش التحديثات الجديده. ماذا يا إذا؟ اجل. واو ياي. لا وش هذا؟ اليست هذه في تحدي الروبوت؟ هي صح، والله تحديثات جديدة. نعم شوفوا هذه كانت في تحدي السباق. هذه بالضبط. ياي ياي جميل. خلونا نشوف كش ما اشياء جديدة. انا حابة نشوف هيلو كيتي بارك، حابة نشوف اشياء. واو الباب، واو شوفوا الباب ياي، شوفوا الباب هيلو كيتي. يوجد هذا ثاني صديق هيلو كيتي، وهذا واو تحديثات ولا اروع. واو 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 واو. بصح هما قالوا يعني يوجد تحديثات جديدة. سرير وهيلو كيتي. انا وإباء شفنا بصح وينهم يعني. دقيقة اشوفوا هذا الشيء لقيته، هذا انتظري، هذا شوفي. واو يه. واو شوفوا والله روعة روعة. خلونا وين نروح بركة، وين نروح؟ انا حابة هي هكا يا اخي. قالوا كيتي هي اشياء هي هكا جديدة هيلو كيتي. انا شفت ايضا سني، شوفوا في البنتيرات في البنتورة هما اللي داروا تاع هيلو كيتي. سني هنا
شوف هنا. واو يا سلام، طبعا ده اظن عملوا بركة في البيت خارجا، هذا هو اللي زدوهم بارك. ايضا قالوا شماعات، فنذهب الى محل المشتريات. هيا يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. والله متحمسين يا رائدة. يلا فحروح لهذا المتجر ونشوف التحديثات الجديدة. يلا هنا لا يوجد شيء، فخلنا نشوف. لا شيء، لا يوجد. ربما في السوق عندما تبدلين مسكة أو شيء. إيه صح، خلنا نروح نشوف. هذا شخصيتنا، شخصيات. نعم. هنا يوجد شيء، هنا لا يوجد شيء. شعر، هذا شعر جديد. أجل. لا. صح، ما عجبنيش يعني هالشعر. خلنا نرجع شعرنا. نعم. واو. هنا كيتي، تريك جديد. واو. يا كيتي. يا سلام. يا روعة. نزيد نشوف. سمعت سمعت سمعت. شوف هنا ناجتي، هل جديدة ولا لا؟ أظن أنها جديدة أيضا. نعم هي هذا الشورت. واو، يعني أشياء لا نعلم من أين أتت. صدمة صدمة. جديدة. قفازات، لا يوجد، لا يوجد قفازات. نعم. لا، لك في الصورة هناك طفلة لابسة غير كيت كل شيء. ايه نعم، كمامات، لا يوجد كمامات حتى هيلو كيتي. إذا لم نجد، قولوا لنا أصدقاء تحت التعليقات أين نجد. فهنا الحقائب والأجناح. كنسو. لا نعلم. نجد هنا، شوفوا حمسونا، شوفوا. نعم يا بس انا عندي 6000.
جديدة لا لم يعملوا. إذا اشتريت آلات سوف يبقى لها 63,000. طبعا إذا كنت ثاني حابين نشتري هذه الحيوانات جديدة في التعليقات. طبعا أنا متحمسة بزاف. هنا راح نشوف من هي يوجد أكل أشياء جديدة من هيلو كيتي. بنتنا عم تحديثين ألا يوجد صندوق؟ إي صح لا يوجد صندوق. مكان الصندوق هنا يوجد مكان شفت هكذا في اليوتيوب واحدة لما عرضوا هذا التحديث هذا محل لقت الصندوق هنا فوق هذا. باي الله واو هذا هنا ما رأيك أن ننجز هناك؟ إيه يلا خلينا نروح نجيب مشروب الطاقة. فرح طبعا رح نشوف كشنا أين أشياء للحيوان. نعم أجل لا يوجد للأسف أكيد يعني ما عملوش. وحتى لو يعملوا بدرهم أكيد أكثر شيء يضحكني هذا. يلا خلونا نخرج الآن ونروح الحيوان جديد روح نشرب مشروب الطاقة. فيلا يلا أين هو باب الخروج؟ والله أنا دائما تخلط لي لما أخرج من متجر الحيوانات لا أعرف لماذا. تخيل في التلفاز أيضا هناك هيلو كيتي. هو في التلفاز تخيل ما هذا يوم هيلو كيتي يوم ماذا يوم هيلو كيتي أو قائد إباء اليوم في التلفاز. اليوم في التلفاز يوجد هيلو كيتي أيضا عرض هيلو كيتي. آخ بس يلا نروح نشوف مشروب الطاقة. مشروب الطاقة من هي يلا 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 ياي متحمسة جاي شريته طبعا صوتي دراهمي. فا يلا خلونا على جعلتكم على جعلتكم على جعلة صدق. نعم يلا ممكن هنا لسه أنا جربتها طبعا أنا في القفز 0% إباء لصح تعرف فممكن إذا ما عرفتش أعطيك إباء. بسم الله أول شيء فوق الروبوت يا ألا ألا شكلها راح تهربنا اليوم. قناة أرجي سيستر روعة فروحوا شوفوا اللي ما شافوا أعلنوا